وجهت الأحزاب الإيرانية المتشددة انتقادات حادة ضد البرنامج الاقتصادي المعتمد من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع ارتفاع وتيرة المنافسة الحادة بين مرشحي الرئاسة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد الشهر المقبل. وكان الرئيس روحاني الذي تبوأ السلطة في عام 2013 قد قدم وعودا انتخابية لم تتحقق، كانت تهدف إلى خفض مستوى البطالة وتشجيع خط نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.